السنه دي هيمشي بالشكل ده، عنده منافسه شرسه جدا مع كين، عنده مع ناس كتير السنه دي. يعني هي دي المشكله، ان صلاح دايما كان كين وصون اقربهم يعني. لا بس يعني برونو فرنانديز 11، صلاح 12، خلي بالك يا صلاح 13، فرق جونين، كالفرت لون 11، فاردي 11، وفاردي هيشتغل لغايه معاك لغايه الاخر، في ناس هتكمل معاك، هاري كين هيكمل معاك، سون ممكن يكمل معاك، ففي حوالي 5 6، ودي يمكن من الحاجات القليله قوي ان انت تلاقي يعني دايما السنه السنين فاتت ايه، صلاح وفاردي، صلاح وماني واوباميانج 3، لكن انت النهارده بتكلم في 6 7، صح فاهم؟ ارقام ناس كتير، صلاح برضه ارقام ان هو، لكن هو يفضل هداف زي ما بقول لك طبعا انجاز بجميع المقاييس، ان هو يفضل فوكس في الماتش وعايز يجيب اجوان، على الرغم ان بقى له 3 ماتشات ولا حاجه ما بيجيبش اجوان، لكن هو هداف الدوري بيحاول. لكن اللي حواليه انا شايف السنه دي هي دي المشكله، ان اللي حواليه مش فايقين، مش مفوقينه او ما بيفوقوش. اللعب الفردي برضه ان مانيع بيلعب، فتحس ان مانيع مش عايز يبصيله، وتحس ان في حاجه مشكله في الثلاثي ده، وتحس ان ثلاث الامور تفلت. يعني حتى يعني كنا بقى لنا 3 سنين عمرنا ما سمعنا صلاح بيتكلم او عايز يمشي، ابتدى الكلام يطلع ان في ممكن يكون عنده قابليه. يعني حتى هو كلامه في الاحاديث انا عايز اقعد، لكن لو الله ليه راي تاني كله بايد الاداره. يعني فكره مشو لا يعني لو هو عايز، عايز يمشي صلاح. لا 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 يعني هو لو عمل ديل مثلا، وريال دخلت، ريال دخلت في القصه ودوله رقم كويس هيوافقوا له. يعني انا ما اعرفش الديتيلز عندهم اكيد، بس اكيد خطوه هتبقى قويه جدا لصلاح انه يروح ريال مدريد. بس هل هو ريال مدريد معاه فلوس؟ لان انا سامعه النهارده مثلا خبر ان راموس بيتكلم مع اللعيبه على تخفيض الراتب فريز 25% تخفيضها. هم ما معهمش فلوس اساسا في الوقت، الكورونا طبعا مخلصها على الناس كلها، فما اعتقدش 25% رقم كبير قوي. واللعبه كلها ما رضيتش، مفيش غير كاسيميرو اللي وافق. يعني الناس برضه ما عندهاش دم بصراحه. قال له كلم اللعيبه عشان تنزل العروض. قال له اللعيبه نايمه. عندهم اصوات. لا علينا اصوات. نفس موقفي في الفانتسي. نفس موقفك مع سمير فعلا. قلت له مالي انا. افضل اسيست. افضل اسيست في الدوري؟ سون. كين. كين طبعا. هاري كين. افضل ناس